القدس هي قضية أمة وليست قضية دولة، قضية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما سبق وقلنا هي القدس أولى القبلتين، القدس ثالث الحرمين الشريفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، اللي هما بيت الله تعالى الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس الذي يسأل الله تعالى أن يحرره عاجلا غير آجلا، وأن يرزقنا الله تعالى فيه صلاة قبل الممات. المقاومة الفلسطينية هي شرف الأمة وعزة الأمة وكرامة الأمة، هي رفعت عنا الخذلان ورفعت عنا الجبن ورفعت عنا الخوف ورفعت عنا التخاذل ورفعت عنا الوهن. فبالتالي على الأقل كما نجموش نعملوا كيفها ما نسبوهاش، لأنه قاعدين نشوفوا. طيب جميل، أنه جميل بين ظفرين لو نسمعوا الدول المعادية لفلسطين تقول هي إرهاب نقبلوها بين الظفرين، أما لما نسمعوا من أمة محمد وبعض الدول العربية تتبنى هذا الشيء وتقول أن المقاومة الفلسطينية هي من قبيل الإرهاب، فهذا يندى له الجبين. على الأقل نحشم على رواحنا إذا كان ما نجموش ندافعوا على شرف الأمة، إذا كان ما نجموش ندافعوا على مصرى نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان ما نجموش ندافعوا على أولى القبلتين وثالث الحرمين، على الأقل نخليه الرجال الدافع، نخليه الرجال الدافع على الشرف وعلى العزة وعلى الكرامة. وهؤلاء هم رجال صدقوا كما قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقت اللي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وراوا المقاومة مش بالضرورة تقتصر على المقاومة بالسلاح، راوا فما مقاومة من هذا القبيل. كما قلنا الصحفي وائل الدحدوح الذي أوجعهم، الذي آلمهم، الذي عراهم، الذي فضح جرائمهم، علاش هما انتقموا من أولاده؟ شوفك الضعف الهوان، يعني شوفك هذا دليل ضعف، هذا دليل على أنه هذا الكيان قد انهار، هذا دليل على أنه هذا الكيان قد ضرب من داخله، يقتل في النساء ويقتل في الصغيرات، هذا دليل على الضعف وهوان، وهو أوهن من بيت العنكبوت. أنه لما ما تنجمنيش فسفاس وما تنجمش تعطيني الحجة بالحجة وما تنجمش نحكي على الإعلام، مش نحكي على السلاحة، ما تنجمش تعطيني صورة تؤكد أني أنا، يعني لما تشوف أنت الأسرى متاع الكيان، الأسرى الإسرائيليين متاع الكيان الصهيوني كيفاش يأكلوا ويشربوا ويتداووا وعملوا لهم العمليات وأطعموهم ويأكلوا من مكلتهم حتى أنه تعدى مباشر، تمنوا أنها ما تتعداش مباشر، ما عاش باش يتعداوا هذوكم على فكرة، وما عاش باش تشوفوهم الأسرى هذوكم اللي تكلموا في حتى وسيلة إعلام لا تلفزية ولا إذاعية ولا حتى، ما عاش بتشوفوهم لأنهم فضحوا، هما فضحوا رواحهم برواحهم. فدروس تأتينا في العزة والكرامة وفي الإسلام وفي الشهامة، يطعمون الطعام على حبه الأسرى والمساكين والضعفاء. فشوف هما كما قلت دل ذلك على ضعفهم وهوانهم، داروا على الأطفال وداروا على النساء. 70% من الشهداء، 70% من الشهداء، وصلنا لحوالي 7600 هذا قبل ما ندخل الاستوديو، 70% منهم نساء وأطفال. هذا يدل على الهوان وعلى الضعف. أي إرهاب تحاربه، أي مقاومة تحاربها وأنت تقتل الأطفال والنساء؟ على كل حال مش مشكل، معلش يصير على الرجال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.